لعبة الكراسي اليوم مع ختام الغراوي. السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله. الأمانة ثقيلة مهما كان حجمها، فكيف إذا كانت هذه الأمانة عاصمة أورثت مشاكل كأداء زاد من بلة طينتها الفساد وسوء الإدارة وغيرها كثير من التفاصيل المؤلمة. بغداد اليوم عاصمة لم يعصمها أمين سابق من الوقوع في قبضة الفوضى والإهمال والعشوائية وتراكم النفايات وغيرها. فما الذي يملكه أمين عاصمتنا من رؤية للقفز بواقع بغداد، وهو الذي يفترض به ذلك باعتباره معماري يملك خبرة كافية في إدارة المدن وعمرانها؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونرحب بضيف حلقة هذه الليلة المهندس المعماري السيد علاء معن أمين العاصمة بغداد. حياك الله سيد علاء، أهلا ومرحبا بحضرتك. أمين العاصمة بغداد قلب العراق، واجهتنا أمام العالم، الحديث طويل عن بغداد بالتأكيد، لكن قبل كل شيء اليوم من يتجول أي عراقي في أزقة هذه العاصمة، شوارعها، مدنها، يلاحظ أغلب مناطقها تعاني وتفتقر إلى أبسط مقومات الخدمات والعمران. هذا من وجهة نظر الإنسان العادي، ماذا عن السيد علاء؟ نظرت إلى بغداد أولا كذائقة معماري، وثانيا كمسؤول وأمين لهذه العاصمة. شكرا جزيلا ختام، شكرا على هذا اللقاء، وإن شاء الله يكون لقاء يوضح كل التفاصيل اللي تحبين تعرفيها، والجمهور أيضا الرأي العام والبغداديين بشكل خاص. هذا ما نأمله بالتأكيد. هذا إن شاء الله. بغداد هي بحد ذاتها هي مدينة، أنا قلت أكثر من مرة، هي مدينة جميلة يعني. حتى طريقة تفصيلها، وجود النهر، أيضا البناء الأفقي اللي موجود بها لحد الآن خلاها مدينة رشيقة الحقيقة، لكن التركة ثقيلة حقيقة. التركة هاي بسبب ظروف احنا نعاني من عندها، من يعني خلينا نقول تحديدا من 1980 بلش التداعي بشكل، إلى أن وصلنا إلى مرحلة الحصار في 1990، وبعدين عملية التغير بالنظام السياسي في 2003، وما تبع من حالة عدم استقرار نعاني منها لحد الآن، عدم الاستقرار السياسي، عدم الاستقرار الأمني، هذا كله أدى إلى عدم التعامل بشكل جيد مع القانون، ومما ولد ثقافة مجتمعية أيضا بهذا الموضوع. حالات التجاوز، حالات عدم الاهتمام بالمدينة من خلال المواطن هو نفسه، وطبعا مدى أرمي السبب عليها، لكن هي الحقيقة أنه تولد الثقافة المجتمعية أنه أدت إلى ما أدت إلى بالوقت الحاضر. تشعر بالألم أو الحزن من تجول في مناطق بغداد؟ يمكن أنت ألمك يكون مضاعف على اعتبار أنت مخطط للمدن. نعم. وهذا يمكن اختصاصك، ومهندس معماري، واليوم أنت مسؤول. نعم بالتأكيد كليتنا متألمين يعني لهذا الموضوع، لكن هو مو فقط أنه عملية يعني مو نظل متألمين ونبكي على الأطلال، أن يدفعك هذا الألم إلى التغيير أو تصير عندنا يعني شلون الطاقة السلبية اللي ترجعنا لورا، بالعكس هذا يخلق تحدي. التحدي أنه كيف الواحد يخطط للمدينة. هناك مشاكل كبيرة الحقيقة، المشاكل هي أنه يجب نتلافاها من خلال أنه يصير حالات تعاون كاملة متكاملة من الدولة، من كل مؤسساتها، من كل أجهزتها، ويا أمانة بغداد، ويا المواطن نفسه اللي نسعى إلى إشراكه بشكل كبير من خلال مبادرات نؤديها، نسوي مجسات في مدننا. أيضا يجب أن نمتلك رؤية للتطوير، يعني ما نكون نشتغل بالفعل ورد الفعل، لكن هناك رؤية، وهذه الرؤية تتقسم إلى أقسام عديدة. راح نناقشها تفصيلا بحالات. نعم بحالات بمشاريع. سيد علاء أريد هواي نعرج على الماضي، أنا يمكن بالتأكيد مع حضرتك أنه أوكي نتحدث عن الأمور أو المعرقلات أو المشاكل بغية حلها ومعالجتها وعدم تكرارها بالمستقبل بالنهاية، لكن البعض يتساءل لماذا بغداد متأخرة في العمران والخدمات؟ إذا من ناحية الميزانيات، إذا نتحدث عن سابقا، فكانت ميزانيات مهولة بل وانفجارية ترصد لأمانة
العاصمة، شنو السبب أنه هوية بغداد اليوم ضائعة أو متغيرة أو مهملة؟ نشوف الجسور، نشوف حالة الشوارع، الإنارة، غيرها، كل شيء في بغداد يحتاج إلى تغيير وإلى حملة وثورة حقيقية. من الذي أوصل بغداد إلى هذا الحال؟ عدم وجود خطة بشكل بسيط. ماكو خطة، يعني ماكو 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 رؤية واضحة لإدارة هذه المدينة. مو هذا مو بسبب، يعني أنا ما أريد ألقي السبب لما سبق، لكن كل هاي الظروف اللي قلتها، وضع الدولة بشكل عام هم أدى ما أدى إلى أيضا. أنا لاحظت موضوع مهم، عندنا مشروع كبير هو مشروع نهضة بغداد الحقيقة، وخلينا بكل رؤيتنا ويا زملائنا الموجودين في الأمانة، أيضا مع الاستشاريين، مع زملائنا المعماريين، مع كل الطبقات المثقفة، وضعنا رؤية للنهوض ببغداد، وهذه كلها نقاشات مع فنانين، مع مثقفين، مع معماريين، مع مخططين، مع الكوادر اللي موجودة في أمانة بغداد اللي هي المسؤولة، مع أيضا كل مؤسسات الدولة الأخرى. لكن ما لاحظناه مثلا، الدولة تمشي برتابة معينة، مثلا الموازنة المالية لعام 2021 اللي اتفقنا انه تكون يعني انطلاقة لهذه المشاريع، لكن بيروقراطية الدولة، طريقة التعاطي مع كيفية الانكم اللي يجي، الموارد المالية اللي تدعم هذه المشاريع، شفناها هناك بيروقراطية عالية بالدولة اللي موجودة، بحيث لحد هذا اليوم احنا كل ما أطلق من كل هذه الموازنة المخصصة لأمانة بغداد، ما أطلق هو ما يقارب 22 مليار دينار من الموازنة الاستثمارية، ما تتناسب بالنهاية مع حجم الخراب الحاصل. يعني أول نقطة حتى نوضح واحدة أنه موضوعة الميزانيات، الموازنة، طريقة التعاطي مع هذا واضح، لكن بالمقابل يقال أنه أمانة العاصمة لازم تكون عندها موارد ذاتية، بل هي التي ربما تغطي جزء من نفقات الدولة، على اعتبار عندها إيجارات محال، عندها أراضي خاصة بالدولة، عندها حدائق عامة، عندها كثير من التفاصيل، بالإضافة إلى الجبايات. هذه ليش ما موجودة بالأمانة؟ هذه الإيرادات بالعكس، هي هذه الإيرادات اللي بدنا نشتغل بيها من بداية السنة لهذا اليوم. يعني لولا الإيرادات اللي موجودة ما كان شفتوا أي، يعني كل قطاع النظافة اللي موجود في لحد هذا اليوم هو من الإيرادات اللي ضمن الموازنة التشغيلية الذاتية، الإيرادات الذاتية لأمانة بغداد. هذا بدنا نعمل به من بداية السنة، مو بس هذه، كل المشاريع اللي قمنا بها من إكساء طرق، من تطوير محلات، هذه كلها أيضا من إيراداتنا. أيضا العملية هذه غير منظمة، هل الإيرادات هي متناسبة مع حجم الأملاك وطريقة تنفيذ الإيرادات بشكل صحيح؟ بالتأكيد لا، يعني بالتأكيد هناك خلل كبير، إيراداتنا قليلة، إيرادات ما تتناسب ويا حجم أملاك أمانة بغداد، ولا تتناسب ويا طريقة جلب الإيرادات هذه. ليش؟ لأن الإيرادات هي يعني غير منتظمة، ولذلك سنلجأ إلى الأتمتة والإيرادات الإيراد يعني من خلال الإيراد الإلكتروني، الحوكمة الإلكترونية. ذكرت ما تتناسب هذه الإيرادات، أو إيرادات قليلة إذا ما قرناها بأملاك الأمانة. ليش قليلة؟ يعني من كان يعطي هذه الأماكن؟ يعني أوكي، إحنا نمتلك من أملاك مشخصة، هناك أملاك أيضا غير مشخصة. طبعا من أملاك مشخصة ضمن سجلاتنا ما يقارب 28 ألف عقار، هذه كلها ممكن جباية الأموال من عندها بشكل كبير لو نظمت. هذه كلها مؤجرة، لو بعضها لا 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 وضعها معقد؟ لا لا، أكو بها حتى متجاوز عليها كثير من الأملاك، متجاوز عليها من 28 ألف. هناك كثير من الأملاك مدى نقدر نستوفي الجباية من عندها. السبب؟ أسباب كثيرة، منها الامتناع زين، مع أنه إحنا نفذنا هذه السنة بشدة أنه عملية الجباية طبقنا عليها القانون، وأيضا خلينا أي شخص أو أي جهة ما تؤدي هذه الإيرادات إلى أمانة بغداد تطبق عليها القوانين اللي هي يكفلها القانون العراقي. من ظهر هذه الناس اللي تمتنع عن الدفع؟ مو ظهر، لكن اليوم من أنا يعني أقابل جهة مسؤولة رسمية خلفها قانون وما أدفع إيجار أو جباية لهذا المكان؟ خلينا نكون بشكل واضح، وأنا أريد منك الوضوح سيد، خلينا نكون بشكل واضح، هذا الموضوع ما له علاقة بأنه ظهر منه، وإنما هي ثقافة مجتمعية، هي هذه الثقافة المجتمعية أنه عملية الانتماء للدولة يجب أن تكون من داخل الإنسان نفسه، بحيث يعرف شلون يطبق القانون. عملية
اعطاء هذه المبالغ، وهذه جزء من انه هذا المواطن ده يطبق القانون. هذا له علاقة أيضا بالحالات السير بالشارع والازدحامات. الإنسان يطبق القانون من ما يوقف بطريقة أوافقك هذه النقطة، لكن سيد على أنا اللي أريد أقوله يمكن البعض يتحدث به أيضا، لكن أنا يمكن تحدثت به ضمنا أنه أكو أحزاب، أكو كبار رؤوس فساد، أكو حيتان اللي ربما أنتم شخصتوهم وتوجهتوا لهم حتى في حملة إزالة التجاوزات، حملة عبير بغداد أيضا. أنا أقصد هؤلاء زين، هل هم مشاركين بهذه التجاوزات؟ اجتمعت ويا كل كوادر أمارة بغداد، بلغتهم شيء واحد، ما التفت إلى أي خلفية لأي جهة أو لأي مواطن موجود. تتعامل وياه كفرد إلى حقوق وإلى واجبات، ولذلك لا أسأل نهائيا لمن ينتمي هذا الشخص او لمن هذه الجهه اللي ما تنتمي. نطبق عليها، خليه على المسطره، اذا كان منفذ القانون فاهلا وسهلا على راسه. هذه ما تعرضك لخطوره؟ لا بحال ما لضغط سياسي ربما؟ ابد نهائيا. الضغوط، شوفي الضغوط موجوده، بس الضغوط موجوده تعتمد على الشخص المسؤول اذا استجاب او لا يستجيب. ما شفت الضغوط آني. موجودة طبعا الضغوط. لا هي احنا شوفي احنا مجتمع التليفون موجود والخاطر فلان والخاطر مدري ايش هذه موجود، لكن يبقى هذا الانسان يخلي الامور على المسطره يستجيب او لا يستجيب. اذا ما استجاب انا ما شفت ذيك الخطوره الكبيره بعدم الاستجابه في يعني تلافي موضوع معين بتطبيق قانون نهائيا. ما موجود هاي الحاله، ما تعرضت لهذا الخطر الكبير اللي تتوقعيه انت. ما قد تكون تليفونات ضغوطات امام، بس لا يعني هذا القانون ده يقول 1 2 3 فاني اسف ما اقدر الا تطبيقها. لازم تلتزمون به بالنهايه. ولذلك ده تشوفين شفتي حمله ازاله التجاوزات. نعم هذا راح نتحدث به بعد قليل، لكن خلينا باملاك العاصمه المشخصه، بعدها نذهب الى غير المشخصه. اليوم ايش قد نسبه الناس اللي تدفع الجبايه بشكل سليم وصحيح يتناسب مع رقعة الأرض المعطاة ومع كل التفاصيل الباقية؟ احنا عندنا مثلا الآن يتكلم ايش قد المجموع من الجباية، كان الهدف انه نجبي ما يقارب 176 مليار دينار عراقي خلال 2021، وصلنا بالمخطط انه هسه راح نوصل الى 200 مليار بالجباية. هذه الجباية لها علاقة بالإيجارات حسب قانون بيع وإيجار أموال الدولة، وأيضا بكل الضرائب اللي شخصها القانون لأمانة بغداد. فرح نوصل إلى 200 مليار، هذا رقم جيد قياسا إلى السنة الماضية اللي كانت طبعا كورونا موجود بها وهو لحد الآن، لكن الجباية مستمرة قياسا إلى 2019 أيضا يعني كانت هسه هذه النسبة جيدة جدا. بحديثك عن الضرائب قبل الحلول سيد علاء، يمكن واحدة من الأمور اللي أثارت الجدل والتساؤلات عند الناس ما أشيع وما شاهدنا جميعا على وسائل الإعلام وأيضا التواصل الاجتماعي، أنه من يغسل سيارته بالشارع يدفع غرامة. نعم. مليون دينار عراقي. هذه مو الهدف إحنا حتى نجبي المليون زين، وإنما حتى نمنع غسل السيارة. يعني احنا نكون ممنونين من عنده وما يغسل السياره. صارت حالة مخالفة لو لا سيد علاء؟ لكن هسه انه المليون هذا يحد المواطن. شوف كل دول العالم اللي جاوز إشارة المرور، اللي ما يطبق القانون، هناك غرامات. كثير من الأمور الغرامات اللي هي تحد من هذا تحد من هاي المخالفات. واحدة من عدها هذه اللي سويناها، هذه الغرامة قدرنا نحد طبعاً شيء من هذا. ممكن الأزمة. ممكن، لكن يبقى هو اللي يطبق الشخص. أيضا احنا ندعو دائما باجتماعاتنا وبحزم كبير موظفينا انه يطبقون القانون على المخالف. المخالف من يشوف هذه الأجهزة ما طبقت القانون راح يستمر يتمادى في مخالفته. بالتأكيد يمكن البعض شافها مبالغ بها على اعتبار اللي كان يسايق تاكسي مثلا، ادفع مليون هذا مستحيل، يمكن راح يعرضني لمشاكل، ولذلك ما راح يسويها مرة ثانية. ما راح يسويها كثير من الأشياء. يعني مثلا حتى محلات الغسل والتشحيم اللي هي غير مجازة واللي كانت تسوي لنا أزمة، شفتي أزمة المياه في الصيف اللي تعرض لها بغداد دائما. إسراف، نسبة كبيرة من الإسراف والتجاوزات، حتى حالات الجزر اللي بالشوارع هذه أيضا، الجزر اللي بالشوارع وانتشار المواشي هذه بيها، هذه كلها أصدرنا بها أوامر إدارية بمخالفة ومحاسبة موظفينا بالدرجة الأساس. الحقيقة الموظف اللي ما يلتزم بتطبيق هذه ومنع هذه الحالات هو يحاسب. أكو غرامة تترتب على الأشخاص؟
الأشخاص لا يحال تم حجز ومصادرة هذه البضاعة، وهي تعرفين بس فقط مصادرتها هو بحد ذاتها هي غرامة فلتمنع. لكن مع ذلك نرجع ونقول هي هاي كلها ثقافات مجتمعية نعمل بها، من يكون العامل الثقافي من يتطور، حالة الانتماء للمواطن من الزيد، هذه كلها راح تخفف من هذه الحالات وتمنعها بالمستقبل. نعم. احكي لي على الغير مشخصة من أملاك الأمانة. هناك لجنة من هيئة النزاهة ومتعاونين معنا، وأيضا حالات احنا مستمرين في أي ومع التسجيل العقاري طبعا زين، أي فعالية أو أي عقار ما مشخص نسأل عليه دا كافئ الموظفين اللي يوجدون عقار، وطبعا هذه بها اجراءات قانونيه لان هذا العقار من هو مالتنا يعني مالت الامانه راح نلقي نوبات حاله تجاوز او حاله ادعاء بملكيته من جهه اخرى. طيب ليش ما مشخص عند الامانه؟ هذه ما تدخل من ضمن عمل وزاره التخطيط مثلا شنو الاسكان والاعمار لو شنو سيد؟ لا تعرفين شنو مشكله الدوله العراقيه؟ مشكله الدوله العراقيه لحد الان ورقيه. لو كانت إلكترونية هذا الورق يتلف بمرور الزمن، فمن يتلف بمرور الزمن أو حتى ممكن أن يزور، لكن لو كانت هذه الأتمة الحوكمة الإلكترونية فأكو أملاك تضيع. زين أكو أملاك تضيع. أنا هسه كافأت أكثر من مرة موظفين اللي اكتشفوا حالات لعقارات وحاولوا من خلال القانون وبالفعل القانون أرجع عندنا كثير من العقارات. من المسيطر على هذه العقارات؟ عديد عديد يعني مو ما يعني مو جهة واحدة مو جهة معينة مو يعني أشخاص، شخص يحب أن يزور، شخص يحب أن يتجاوز على القانون، حالات موجودة ترى في كل المجتمعات. هذه المجتمعات تلقين الناس تحب تخالف القانون أو تعمل بطريقة مو صحيحة، ولذلك راح تشوفين هاي الحالة موجودة. يبقى اللي يتصدى إلى موقع المسؤولية والموظف المسؤول، الموظف مهما كان صغيرا هو مسؤول عن تطبيق أو الحفاظ على المال العام، راح يقدر يسترجع حقوق الدولة اللي هي بالفعل حقوق الشعب. طيب سيد علاء، في إحدى تصريحاتك يمكن استوقفتني مفردة طويلا، ذكرت بها كنت تتحدث عن المناقصات التي كانت آنذاك والدور والأراضي التي كانت تعطى من هنا وهناك من قبل الأمانة. قلت الدكان وسدينا، شبهت أمانة العاصمة بالدكان، فعلا كانت دكان تبيع وتشتري. تعدت عن رسالتها أو عن مهمتها ومسؤوليتها الحقيقية؟ لا، أنا تكلمت هذا في موضوع كيفية التعاطي مع المدينة كمشهد حضري. مشهد الحضري شلون نتعاطى معها، شلون نقيم مشاريعنا، وهذا جزء من عندها الاستثمار. هذه رؤيتي أنه هل الاستثمار هو داعم للتنمية؟ لو كل واحد جاب له مشروع استثماري يتوقع أنه أمانة بغداد يجب أن يتوقع له على هذا المشروع، إذا كان مشروع صناعي، إذا كان مشروع تجاري، إذا كان مجمع إسكان، إذا كان أي فعالية. شنو كانت تجري الآلية؟ لكن الموضوع كانوا يتعاملون يعني بانعدام كبير من الرؤية باتجاه مشهد المدينة، ولذلك أنا قلت هذا الدكان انسد. هي مو حالة روتينية إنه تجيب طلب وهذا الطلب يمشي بالإجراءات، والله جيب لي موافقة وزارة الصحة، جيب لي موافقة وزارة البيئة، جيب لي موافقة وزارة الزراعة. جيب هذا كان يصير بلا تدقيق من هي الجهة، مو تدقيق لكن يتعاملون احنا بحاجة الى هذا المشروع او لا. يعني ما معقولة مثلا مولات، اربع مولات بشارع واحد ومدرسة واحدة مثلا. هو هذا ايش قد هذا يخدم التنمية؟ نوعية المشروع، هو نوعية المشروع. يعني كيف أن يتعامل ويا مشروع ويا منطقة مزدحمة أصلا تصير بها أربع خمس مولات وأنا ما عندي دراسة مرورية للموضوع؟ مجرد أنه أكو صاحب أو رأس مال إجا يقول أنا أريد أستثمر بهذا المكان، أو أقول أنا أريد أقيم مشروع على هذا على هذه القطعة من الأرض ونشوف جنسها هي حديقة أو متنزه، ما ممكن. هذا ما كان يحدث سابقا. هذا الدكان انسد، هذا الدكان سد. لا يمكن أن أمنح قطعة أرض هي حديقة أو متنزه إلى أي مشروع آخر، ولا حتى أمنحها أن تكون قطعة أرض سكنية. يعني حتى اطمئن سيد علاء، هذا ما راح يحدث
أو ما راح يحدث حاليا، على اعتبار يقولون حتى سابقا المناقصات اللي كانت تصير هي مسبقا رايحة لجهة معينة، واللي يصير مجرد ديكور أمام البقية، يعني المستثمر هو نفسه اللي يستثمر بالمكان الفلاني وغيره، وتبقى العلاقات وربما الضغط السياسي أيضا إلى دور من قبل بعض الجهات المتنفذة. هذا راح يتكرر، هذا موجود الآن لو سيطرنا عليه. ما أعرف، قلت لك أنا واحد حتى برد راسي ما أتعامل أنه هذا تابع إلى جهة سياسية أو جهة نافذة أو جهة أخرى، ما أتعامل بهذا الموضوع. ممكن رأس مال كبير. لا، أنا أخلي الموضوع على المسطرة. هذا المسطرة أنه أقول قطعة أرض هاي إذا كانت منطقة خضراء، يعني إذا كانت تجير أو حديقة، ما أسمح أن أقيم عليها أي مشروع حتى ولا أمنحها حتى أو أحولها إلى قطعة أرض سكنية. بكل بساطة من يجيني هذا الطلب، وهذا موجه به كل الموظفين اللي موجودين بالأمان، من يجي هذا الطلب يعزل أو يعتذر عنه، يعني يتعذر علينا قامة هذا المشروع بكون هذه الأرض هي سكنية، متنزه أو حديقة، ما نقيم عليها. يعني شفنا سابقا جزرات وسطية صارت بها مشاريع، صار بها مول مثلا، وهذه بعد مو من حق الأمانة أن تزيلها وتطالب بإزالتها. هذا شوفي الإجراء التعاقدي السابق مو بسهولة إزالته، يعني لازم تدخلين بتبعات قانونية، لازم تنحل كل هذه التبعات القانونية. إلا وجدنا شيء، وهذا هم أيضا يفصل به القانون. إحنا لا يجب أن تكون دولتنا ملتزمة بالقانون إذا كان مواطن أو إذا كانت مؤسسات دولة. هذا يعني القانون هو الفيصل بالفصل بهذه المواضيع، وليس ما تكون عندي سلطة تعسفية بإلغاء هذا الشيء أو إقامة هذا الشيء، ما ممكن. بنخلي هذه الأمور وفق الشروط القانونية الصحيحة، والفيصل هو القانون والتعليمات الموجودة والضوابط الموجودة. راح كثير من الأمور حتى لو كانت هناك مثل ما تقولين حضرتك ضغوط من جهات نافذة، هذا القانون، فتكون ببساطة الاعتذار هو يعني بإسناد المواد القانونية اللي يكفلها، اللي موجودة مسطرة عندنا باللوائح. يمكن سيد على واحدة يمكن من الأمور التي كانت تؤخذ على الأمانة، أنه هي مكان بأموال كبيرة من الأموال، بعدد كبير من الأموال، وبالنهاية بفساد كثير أيضا، يمكن بسبب هذه المناقصات وهذه التفاصيل. كل عملية احتكاك ما بين المواطن وبين الموظف في كل دول العالم تؤدي إلى حالة من حالات الفساد. أرجع وأقول مثلا حتى إجازات البناء، هذه إجازة البناء لو كانت بالطريقة الإلكترونية ديجيتال، يعني المواطن ما يحتاج يراجع، يقدم طلبه من خلال الكمبيوتر زين وبإيميلات، ويقدم أو بفورمات ضمن الويب سايت اللي موجود للأمانة، ويقدم طلبه ما يحتاج، وشنو الوثائق الساندة لهذا الطلب، يقدم إياه والموظف ما يتعامل وياه وجها لوجه زين. هذا يحقق كثير من العدالة لهذه الحالات اللي يمنع موجودة. فساد، يمنع رشاوة إلى آخره، لكن احنا ما وصلنا يمكن لهذه الثقافة. اليوم يروح المواطن برجله إلى مؤسسة فلانية ويحتاج بالنهاية بيروقراطية الإدارية وما تشمل. احنا خذنا قرار بإحالة كل قاعدة البيانات اللي موجودة لأمانة بغداد والمجلس الوزراء أيدنا قاعدة البيانات، إضافة إلى كل الأعمال اللي هي أو الخدمات اللي تقدمها أمانة بغداد، هي راح تكون خدمات إلكترونية، من ضمنها الجباية، من ضمنها إجازات البناء، من ضمنها كل حتى الرواتب. هذا يمنع لك شقد أعداد فضائيين موجودين، هذول كل هاي كلها راح تمنعها هاي الأتمتة اللي أنا أتوقع 2021 راح ينهض هذا المشروع. هناك مشروع ثاني آخر مهم جدا، أنا هدفي مشروعين في هذا الموضوع، هو هذا جزء من البنية التحتية لأمانة بغداد لهيكلة أمانة بغداد، هو هذا الأتمتة وموضوع معالجة النفايات، يعني تدوير النفايات. هذا نسعى على بشكل كبير، هذا راح نتحدث به بمحور خاص أيضا. أوكي. لكن قبلها بما أنه نتحدث عن الإجراءات، خلي نقول التصحيحية والتعديل الحاصل من قبلكم سيد علاء فيما يخص بغداد تحديدا، حملة إزالة التجاوزات، حملة عبير بغداد كانت قوية في البداية، وربما إلها أصداء إيجابية كثيرة حتى من قبل الناس أنفسهم. وين وصلت هذه الحملة؟ التحديات اللي تواجهها؟ ليش البعض يقول استهدفت الفقراء، أصحاب البسطات الصغيرة إلى آخره، وتركت الرؤوس الكبيرة المفترض أن توجه لهم من البداية؟
لا هي هذا حكى لنا شوفين الحملة هي حملة شاملة الحقيقة. نعم. أنا أريد أقول إحنا ما وصلنا إلى لغاية 17/10 اليوم إحنا جد بالشهر يمكن اليوم 22 لغاية 17/10 وصلنا إلى 46,500 إزالة تجاوز. كنا إحنا بدينا بشهر الثامن إذا تتذكرين حضرتك. نعم. خلال هذه الشهرين رقم جيد يعني بإزالة التجاوزات من أصل كم؟ من لا التجاوزات غير يعني لا تجرد يعني هي مو حالة صحيحة موجودة لكن هذه لها ضوابطها. التجاوز هو كل من يتجاوز على الرصيف من المحلات هذا ممنوع تماما. نعم. كل مخالفة بنائية ما يعني مدى يقرها إجازة البناء الموجود هذه أيضا دن حاربها. لكن عندنا حالتين أخذناها بنظر الاعتبار هو الباع المتجولين ويمكن ذكرتها أنا في بيانات عديدة وحتى في برامج أنه عدم المساس بأرزاق هذول الناس بس مع شرطين رئيسية أنه تكون وجود هذا الشخص الباع المتجول هي بطريقة متحركة وليس مشيد ثابت على الشارع أو الرصيف. طبعا الشارع ممنوع تماما يعني ممنوع النزول على الشارع بس حيز من الرصيف ويكون متحرك يعني بضاعته يعرضها لوقت معين وبعدين يشيلها يعني لما تجين انت بالوقت اللي ما بي هذا العمل تشوفين الشارع فارغ وهذا اذا تشوفيه حضرتك موجود من يوم ساحه التحرير قريب من الأمانة الى ساحه الخلاني هذا سهل التطبيق سيد علاء يعني البعض يمكن يقول حتى اللي التجاوزات اللي تمت ازالتها بعد ما راحت الأمانة يمكن لا. رجعوا الى حال اذا شوف اكو عندنا حاله مهمه جدا بازاله التجاوز وانا اريد اتسلسل بهذا الموضوع والحال الثانية هي حالة انه الناس اللي قاعدين تجاوزا على املاك يعني على اراضي الدولة دور اللي سكنية. هو دور سكنية لكن مو يعني مو الدور الفارهة دشوا فيه هو بيت يعني بيه سقف فقط مجرد سقف يحمي نفسه وعائلته هذول اللي ما يسمى بالعشوائيات زي. هذول شوية احنا نريدهم وفق دراسة متكاملة هذه الدراسة المتكاملة كيف نوجد لهم سكن كريم حتى ننقلهم إلى هذه الحالة واحدة من الشغلات اللي مثلا نسعى لها هي مدينة الصدر الجديدة مدينة الصدر الثانية اللي ما يعني يمكن نتكلم بها السيد المستشار سابقا مع حضرتك هذه واحدة من الحلول مشروع كبير ممكن يغطي مشروع نسبة كبيرة. يعني داريت أقول لك يعني احنا عندنا 1100 تجمع تجاوز موجود في بغداد لكن مرات من تشوفين مثلا ناس عندهم بيوت فارهة وقاعد هذا ما يعتبر هذا تعدي على الـ على الـ على الـ يعني على طريقة البناء وحجم الصرف على هذا البيت هو من سيحدد هو اللي يحدد لكن هذه البيوت الفارهة هذه لها وقتها وإحنا ده نسلسل بخطة ممنهجة بدعم من الدولة بكل مؤسساتها لإزالة التجاوزات من مدينة يعني لا بغداد. إزالة بدون وجود بديل ماكو إزالة بدون وجود بديل هاي نقطة مهمة ماكو إزالة بدون وجود بديل أيضا حتى الباع المتجولين قلنا نحافظ يعني يكون البضاعة مالت عرض البضاعة بشكل متحرك ماكو مشيدات ثابتة على شرط أن يحافظ على نظافة المكان ما نسمح له يكون موجود إذا كان المكان بنفايات مثل مكان سابقا موجود هسه لو تشوفين بعد قبل كانت بالسوشيال ميديا تنزل رأسا من يروحون الباعة المتجولين أكو كم هائل من النفايات هذه قدرنا نتجاوزها لأن فرضنا عليهم أنه يحافظ على نظافة المكان وإلا بعد ما يمنح هذا المكان مع وجود دراسة لإيجاد ساحات مخصصة لهم حتى الشارع يتخلص من وجود التجاوز عليه هذا مهم هذا مهم جدا رقعة الأرض مثلا المكان وين راح تكون هناك ساحات دار التصاميم عندنا توفر لنا مع الدوائر البلدية داخل بغداد وجود ساحات نخليها أسواق عصرية للباع المتجولين موجودة نعطيهم إياها بإيجارات رمزية حتى نمنع التجاوز يبقى الرصيف للسابلة يبقى الشارع إلى البركبات وواجهات المحلات ممنوع تطلع متر واحد خارج حدود محله يحافظ على حدود المحل المرسوم له
هذه الضوابط اللي أوجدناها، الإزالة مستمرة زين، ودخلنا في المناطق الشعبية اللي قالوا سابقا أنه صعب أنه بالمناطق برصافة الشعبية يمكن التجاوزات أكبر من الفخ. في مدينة الصدر هناك حملات كبيرة بالصدر الأولى بالصدر الثانية، بلديات الصدر الأولى حملات كبيرة. الشيء الجميل هناك تأسست صفحات على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا داعمة لهذا الموضوع، والدلي يعني تأشرنا على التجاوزات، كل الناس ما تحب التجاوزات. هذا دا ينقلنا إلى فعالية أخرى. أنا أشكرك على هذا السؤال، يعني هو هذا جزء من الرؤية اللي دا نتكلم بيها، أنه شلون نطور هذه الشوارع بعد إزالة التجاوزات من عندها. راح يتغير شيء بعد إزالة التجاوزات طبعاً طبعاً، بس بالشكل الجمالي. بس أريد أكد على شغلة واحدة مهمة أيضا، هي الناس وصلناهم إلى مرحلة الإزالة الطوعية. يعني أنا قبل يومين كنت أتمشى في مدينة الصدر، شفت الناس هي دا تفتح المشيدات اللي كانت تتجاوز على الشارع، وهذا مهم جدا، الإزالة الطوعية حتى تبقى العلاقة إيجابية ما بين موظف الأمانة والمواطن. المهم أن ما يتضرر المواطن بالنهاية، إذا كان هذا يعني رزق على هذه البسطة أو على هذا المحل أو بهذا التجاوز، هذا هو المهم، أن نجد له بديل. نجد له بديل. وأكو شارع صفي الدين الحلي في الطالبية، يمكن هذه كان شارع مليء بالتجاوزات للعدد والأدوات الاحتياطية للسيارات. 80 أو 90% من هذا الشارع تمت إزالته طوعيا من أصحاب المحلات، ونحن في صدد تطويره خلال الأيام القادمة. واحد من الشوارع المهمة اللي أزلنا التجاوزات به، وهسه واحد من الشوارع اللي راح يكون مهمة في بغداد هو شارع الفلاح في مدينة الصدر الحقيقة. التطوير أيضا، وشارع مهم شارع الصناعة في قرب مقابل الجامعة التكنولوجية، واحد من الشوارع المهمة جدا. البارحة مساء أنا كنت موجود به، وشجعنا أصحاب المحلات أنه يفتحون بالليل، اللي هم فيما يخص الأجهزة الإلكترونية يفتحون بالليل حتى يعطي حياة لهذا الشارع. أكو جزء من الشارع بالليل يكون معزل يعني، فشجعناهم حتى ينطي حياة لهذا الشارع، وفعلا شارع نموذجي موجود في بغداد. هذا مهم جدا. واحدة يمكن من الإجراءات اللي تتخذها أيضا الأمانة موضوعة الصناعة أو الشوارع الصناعية اللي تكون داخل العاصمة بغداد، اللي ربما تسبب تلوث، تسبب ضرر حتى لسكان هذه المناطق الصناعية. إجراءاتكم البديلة بخصوص هذا الأمر. احنا عندنا ضمن المخطط الانمائي الشامل 4 مناطق صناعية خارج حدود التصميم الأساس، ده نسعى إلى نقل المناطق الصناعية خارج حدود التصميم الأساس لمدينة بغداد. هناك 4 مناطق شخصناها، واحدة منها بالنهروان المدن الصناعية. عندنا 12 تجمع صناعي كبير في بغداد ده نسعى إلى إزالته. حتى أسواق الجملة هذه أيضا هم تخلق نوع من الازدحامات اللي موجودة. لازم توفرين بيئة صحيحة، وهذه ندعو رجال الأعمال وأصحاب المصالح أنه يستثمرون في هذا المجال بالمناطق اللي هي محاجدة للتصميم الأساس، حتى يخلقون هذه التجمعات يعني لأسواق الجملة ما تكون داخل المدينة. هذا كله يخفف من هذا التلوث اللي موجود داخل المدينة. بالتأكيد سيد علاء، بما تحدثت عن الاستثمار، يعني يمكن آخر نشاطات الأمانة كما تناولت المواقع الإخبارية هذا الخبر أنه انتهيتم قبل أيام وكان لكم لقاء مع السفير الإيطالي. ودعوتم بنفس الوقت الشركات الإيطالية إلى العمل في بغداد، وكان هذا برفقة المحافظ سيد عطاء. احكينا عن هذا الموضوع، شنو الأمور اللي ممكن أن نستفاد منها بخصوص هذا اللقاء، ولماذا إيطاليا تحديدا وفي أي المجالات؟ لا، ليست إيطاليا تحديدا الحقيقة، سفراء الدول الموجودون في زيارات دائمة إلى دوائر الدولة ومؤسساتها ضمن ضوابط تحددها وزارة الخارجية العراقية، فتجينا هذه الطلبات من خلال وزارة الخارجية، وهذا من باب التواصل ما بين مؤسسات الدولة العراقية والدول الصديقة للعراق واللي لها تمثيل دبلوماسي في العراق.
زياراتنا الزيارات هي متعددة، كانت السفير الألماني كثير من الدول حتى الدول العربية. مخرجات هذه اللقاءات آخرها كان السفير الإيطالي قبل يومين. السفير إيطاليا مدينة دولة لها ثقلها الثقافي والفكري والفلسفي في أوروبا، والعمراني أيضا كوني معماري أنحاز إلى إيطاليا، يعني من الدول اللي بيها يعني الفن متطور كثيرا، الثقافة الفلسفة اللي موجودة تعرفين يعني هذه من منابع الفكر. هل تسعى لتوأمة بغداد مع روما؟ نعم، هم الشيء الجميل السفير الإيطالي أبلغني برغبة الحكومة الإيطالية بتوأمة روما مع بغداد، وأيدت هذا الموضوع وشجعت الحقيقة. قابل للتحقيق والتنفيذ. أكو شيء أشكرك على هذا السؤال، بس أريد أقول شيء لأنني أكو شيء مهتم به كثيرا. بغداد مدينة جمال، مدينة ثقافة، مدينة فن بالدرجة الأساس. عملية مع عملنا الكبير لإزالة هذا الغبار من المدينة وإكساء الطرق وتطويرها، وأيضا تجميع الإيرادات للنهوض بشوارع بغداد وببنية التحتية، هناك عملية صناعة جمال في مدينة بغداد نسعى لها، من إقامة نصب، إقامة تماثيل موجودة بساحاتنا، تطوير هذه الساحات. عندنا نصب مهم في بغداد هو نصب الحرية الحقيقة، ونصب الحرية للراحل جواد سليم كالأعمال البرونزية، وأيضا الجدارية اللي تحمل هذا النصب هي للمعمار الراحل رفعت شادرجي. يحتاج هذا النصب أقيم ب 1961. زين، يعني إذا نتكلم على 60 سنة فاتت ما صار له صيانة الحقيقة، وهو العمل كله إذا كان كل الأعمال البرونزية صنعت سواها جواد سليم سواها في إيطاليا، وحتى المرمر الموجود هذا المرمر الإيطالي ترفنتينو. فدعيت السفير الإيطالي وكان متحمس كثيرا أنه المكاتب الاستشارية أو الاستشارية الإيطاليين يساهمون في صيانة هذه النصب المهمة اللي أقيمت أصلا، هي صنعت في إيطاليا، وكان مرحب كثيرا في هذا الموضوع. الإيطاليين أصدقائنا راح ندخل لهم في صناعة، يعني يساهمون في صناعة الجمال في مدينة بغداد من خلال النصب والتماثيل اللي موجودة، وهذا شيء مهم وهذا جزء من تطوير العلاقات الدبلوماسية. مخرجات راح نلمس شيء على أرض الواقع. أكيد هو شوفي من يصير عمليات. يعني إحنا سمعنا حتى سابقا راح يصير توأمة ربما مع مدن أوروبية، راح يصير أكو استثمار، راح نعيد فتح كذا منطقة، راح نعيد تأهيل كذا منطقة حيوية في بغداد، لكن الحال كما هو عليه. لا هي ما تصير بين يوم وليلة، وبعدين احنا عندنا كثير من المشاكل. عملية صناعة، يعني عملية الحوار مع الدول وإيجاد مشاريع لها، وهم دعوتهم وأيضا هم مبادرتهم بإقامة هذه المشاريع ببغداد هي مرحب بها، لكن أيضا هم لهم حساباتهم بهذا الموضوع، وهي حسابات لها مصلحة الدول ذيك بإقامة علاقات مثلى. ما لاحظناه خلال هذه السنة بالحكومة دولة الرئيس الكاظمي وتطوير كبير للعلاقات الدولية، وهذا دا نستثمره احنا الحقيقة من خلال هذه الرؤية للرئيس دولة الرئيس الكاظمي، لنستثمر هذا الموضوع بعلاقاتنا مع الدول يعني المتطورة والمتقدمة بهذا الموضوع. نشوف سيد علاء بغداد مثل روما، ايش قد نحتاج لوقت؟ نحتاج لوقت شو هذا؟ شوف هذا سؤال كبير. هذا ما ينحسب بواحد اثنين ثلاثة، هذا موضوع لازم تحسبيه من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية وكيفية تطوير هذا المجتمع والارتقاء بثقافته والعودة به. احنا مو بلد متخلف حقيقة حتى نريد نصنع شيء جديد، بالعكس هذا البلد متطور وبه كفاءات عديدة، لكن عملية النهوض بالمنظومة الدولة ومنظومة المجتمع، المنظومة الكاملة، السيستم اللي هو اجتماعيا فكريا ثقافيا اقتصاديا، هذا كله من تنهضين به راح تشوفين نفسك في مصاف هذه الدول المتقدمة. وأنا ما أشوفها شيء مستحيل، بالعكس هذا البلد نهوضه بسرعة، يعني ينهض بسرعة. ليش؟ لأن الكفاءات اللي موجودة به، أيضا هناك حب كبير من مواطني. يتفاجئني الملاحظات اللي ينطوها المواطنين من أراجع أو أشرف على الشوارع اللي نقوم بتطويرها. يجيني المواطن يتكلم بأدق تفاصيل الهندسة ويشرح لي وينبهني، يقول لي أنت على هذا الموضوع. وملاحظ شديد أيضا، صدقني من نفوت بشارع ونشوف إنارة واحدة جديدة، لو شارع صار بتبليط، وهذا يمكن صار فقط بالانتخابات هالفترة بكثرة، نفرح هواي ورأسا نشوف الفرق سيد علاء. حتى لا يؤخذ حديث
حديثنا بشكل مثالي، أو يقولون ربما اليوم أمين العاصمة تحدث بشكل وردي جدا وبغداد راح تصير مثل روما، قبل أن نتحدث بهذه الشكليات الجمالية المهمة للحفاظ على الهوية البغدادية اللي ربما غابت أو اندثرت إلى حد ما. اليوم نريد شوارع ما بها مطبات، نريد شوارع مبلطة، نريد إضاءة، نريد مشاكل الصرف الصحي تنتهي، الفيضانات اللي تصير بأول هطلة للأمطار في فصل الشتاء، هذه التفاصيل يريدها اليوم المواطن قبل أن يهتم بباقي التفاصيل. هو لازم مو قبل ما يهتم بهذه التفاصيل، يهتم بهذه التفاصيل بشكل متوازي متزامن مع هذه، لكن هذه لها الأولوية. احنا عندنا خطتكم، خطتنا بهذا الموضوع هي مستمرة من بداية السنة. احنا يعني ضمن الايرادات الذاتيه اللي مولتها ايرادات امانه بغداد سعينا الى تطوير عديد من المحلات والشوارع اللي موجوده في بغداد. ايضا عندنا هسه هذه الايرادات او الاموال اللي اطلقت ضمن الموازنه الاستثماريه راح نستغلها خلال الشهرين ثلاثه القادمه بتطوير المحلات اللي خليناها ضمن الخطة. احنا عندنا ما يقارب من 35 إلى 45 محلة قابلة للتطوير ضمن هذه السنة، وتستمر طبعا راح تنتقل إلى السنة القادمة. هذه كلها عمليات إكساء وتطوير. كرخ ورصافة متوزعة بشكل كبير، وهذا ما يقارب احنا قلنا 16 مليون متر مربع اذا تتذكرين حضرتك، راح نقدر نوصل اذا مشينا بهذا الى 7 ملايين متر مربع خلال هذه السنة ونكملها السنة القادمة ان شاء الله. الاموال رصدت الى امانة بغداد، اتمنى انه السنة القادمة ان تكون الاموال تبقى متوفرة هذا حتى نقدر ننطلق بها. هناك محلات كثيرة، هناك محلات لم ندخل اليها سابقا، لم يدخل التطوير إليه سابقا، دخلنا لها مثلا الفضيلية. هناك مبلغ ما يقارب 20 مليار دينار لتطوير قطاعات ومحلات موجودة في مدينة الصدر، راح نبتدئ بها من بداية الأسبوع القادم. جيد. زين، هذا الموضوع ما يقارب 11 قطاع موجود. ماذا عن قلب العاصمة بغداد، شارع الرشيد، المناطق المجاورة؟ وأنا أعرف أنه هذه لها خصوصية، هذه لها خصوصية كبيرة في داخلية حقيقة، لكن احنا نتكلم على كل المحلات اللي في الكرخ، في حي العدل، في العامرية، في حي العامل. أيضا هناك شارع مهم وعدت به أهلنا موجود في ضمن قاطع بلدية الرشيد اللي هو شارع السياب، شارع عمر، شارع جامع الكبيسي العفو. هذا خلال الشهر القادم راح نبتدئ بتطويره. كان يعاني كثيرا، كان هناك مشروع والمشروع اكتمل، مشروع للبنى التحتية، فراح نبتدئ بهذه هم بشرة له. احنا دا نتكلم حتى تكون سبق لبرنامجك. نعم. هذا الموضوع شارع السياب راح نبتدئ به بداية الشهر القادم ان شاء الله، وفرنا كل الأموال الخاصة به وان شاء الله نبتدئ به قريبا. هذا الموضوع مهم في حي العامل، في حي العدل، في العامرية، في العظمية، في أصلخ، في عندنا مدينة الطيارين، أكملنا مشاريع أيضا موجودة في الأفضلية، في مدينة الصدر، في بغداد الجديدة، في الدورة. كل تشوفيها متوزعة على كل أيضا الروحة. أشرت أن هناك حملة ستكون أو ستنطلق قريبا لإعادة تأهيل شارع المتنبي، ربما بالتنسيق مع البنك المركزي ضمن هذه هسه احنا حملة تمكين، خاطين خطوات كبيرة بهذا. يعني وصلنا إلى منتصف الإنجاز إن شاء الله، يعني خلال شهرين تشوفون الفرق الكبير. هذا الشارع راح ينتقل انتقالة مذهلة، لأن أني كنت دقيق في انطلاق نهضة بغداد، إعلان عن انطلاق نهضة بغداد من خلال هذا الشارع، فهذا شارع المتنبي. شارع المتنبي توحدت، شالت كل المشوهات البصرية من عنده، أهلنا الشارع، يعني مو غيرنا من مشهده، لكن أهلنا، عدنا البنية التحتية بشكل صحيح، هذه كل الأسلاك والشائكة اللي موجودة أزلناها، طبعا بالتعاون مع البنك المركزي ضمن مبادرة تمكين رابطة المصارف، وفروا المبالغ والتنفيذ مستمر بإشراف ومتابعة وأيضا مشاركة أمانة بغداد معاهم. أنا دازورة بشكل مستمر هذا الموضوع، راح نشوفه شوية يتحملون أصحاب المحلات يعني، لكن نعمل بشكل حثيث إن شاء الله لإنجازه بشكل سريع. طيب، من ضمن هذه الحملة يعني التخلص من النفايات، مشكلة النفايات يعني مشكلة وأزمة يمكن في كل
يعني في كل مو في كل موسم لا بل في كل وقت، ولم يستطع أي أمين سابق أن يحل هذه المشكلة. ما زالت النفايات موجودة في مناطق حيوية ومهمة ومركزية حتى في بغداد. خلينا نقول شيء مهم بهذا الموضوع. ليش ما نلقى حل جذري؟ نعم، هو إحنا ما راح ما نقدر نخلي عامل نظافة ويا كل مواطن حتى نعالج النفايات. مثل ما نقدر نخلي شرطي ويا كل مواطن حتى نمنع الجريمة. لازم تكون هناك ثقافة مجتمعية، مشاركة المواطن مهمة جدا في عدم رمي النفايات عشوائيا. هذا مهم جدا وده نحاسب عليها. بلشنا حتى المحلات، بلغت كل الدوائر البلدية يحاسب صاحب المحل بشدة في حالة رمية للنفايات أمام محله، يحاسب بشدة. وأني نفسي كنت في شهر 14 رمضان وفي شارع الصناعة أغلقت كذا محل وعاقبتهم وغرمتهم لأن وجود نفايات أمام محلاتهم. هذا شيء مهم يجب أن يتعلم المواطن صاحب المحل ثقافة إخراج النفايات بأوقات محددة، حتى تمر سيارات الكابسات هذه المتابعة للأمانة ترفع النفايات بأوقات محددة. كل المدن ده تسوي هذا الشيء. كبس النفايات هو كبس هذا النفايات. لكن أنا أريد أقول شيء واحد. هل إنه هذه الطريقة اللي موجودة هي طريقة صحيحة؟ يا ده تستنزف من عندنا أموال كثيرة. ده نسعى بشكل حثيث لإيجاد شريك إنه من القطاع الخاص لتدوير النفايات، وهذا كل ما ده يقوم به كل دول العالم. مورد كل كبير. مورد ويسوي لنا راح تتحول النفايات. خلي أقول لك شيء مهم ويمكن قايله أنا سابقا. إحنا إفراز النفايات 10,000 طن يوميا من مدينة بغداد، رقم كبير. هذه إفراز النفايات تحويلها إلى المكابس ومن المحطات التحويلية إلى مواقع الطمر الثنيان اللي خارج بغداد، هذه تستنزف كثير من الأموال. من شقد تكلفنا تقريبا؟ مبالغ كثيرة يعني ملايين، عشرات ملايين دولارات. زين، هاي جزء هي تستنزف إيراداتنا حقيقة. المفترض هي اللي تنطينا إيرادات. المفروض هي من تتحول إلى أسمدة، من تتحول إلى كهرباء، راح تكون مدرة إنه، وراح هاي الجزء راح تصير أيضا جزء أو إيراد من أهم إيرادات أمانة بغداد. وراح نسعى إلى بشكل مهم جدا خلال الفترة القريبة القادمة بإيجاد شريك مؤتمن حقيقة. أجنبي ولا ما عندنا مشكلة. ما عندنا مشكلة، بس المهم يمتلك الكفاءة ويمتلك الخبرة ويمتلك الحرص على تنفيذ مشروعه بشكل صحيح وفق الشروط اللي راح نخلي شروط شديدة حتى نقدر نطبق هذا المشروع بشكل ناجح. للعلم عندنا عمال نظافة كلش هواية، كلش هواية سيد علاء. وخلي ببالك هذول ما يكفون، واحنا مدى نقدر ومدى نقدر نزيد من عمال النظافه، لان يعني هناك سقف للتخصيصات لهم ضمن الموازنه. فمدى نقدر نزيدهم ولذلك مدى يكفون والنفايات موجوده وعندنا ثقافه رمي النفايات بشكل عشوائي. مع ذلك خلي ببالك اني اقول لك يمكن احنا اكثر مدينه بها رفع نفايات من خلال الامانه من خلال البلديه. لان يعني عندنا سوينا 4 شفتات، يعني احنا ما عندنا اليوم 24 ساعة مقسم 24 ساعة إزالة نفايات معالجتها 24 ساعة. يعني كابساتنا والجهد البشري والجهد الآلي يعمل 24 ساعة لإزالة ومعالجة النفايات. ومع ذلك راح يصير عندنا جزر عداد ما تكفي هذه الأعداد، وأيضا ما النفايات مستمرة بالرمي العشوائي تبقى. لكن هي بشكل كبير، وأنا ما أخذ شهادة الكثيرين من الأصدقاء من المعارف أن هناك فرق كبير. من سويناها 4 شفتات كانت. إذن الحل بتدوير هذه النفايات وليس بطمرها أو حرقها وبالنهاية تسبب مشكلة وتلوث للبيئة ولسكان هذه. تدوير النفايات هو عملية التدوير. إنه هناك بعض الـ يعني لما تفرز هناك نفايات يستفاد منها في عملية تدويرها وهناك نفايات تطمر. هذا عمل هو يعني يعمل به صاحب الاختصاص وهو اللي راح يكون شريك إلى ويا مع أمانة بغداد لخلق هذه خلق النفايات كسلعة نستفاد من عندها كإيراد. طيب، موسم الشتاء على الأبواب ونعرف إحنا وضع بغداد وربما بناها التحتية ومشاكل الصرف الصحي اللي موجودة في كل سنة، حتى وإن كانت ربما تحل شيء من الأزمة أمانة العاصمة في كل يعني هطول غزير للأمطار. ماذا عدت الأمانة لهذا الشتاء من إجراءات؟
بلشنا من 1/8 اجتماعات للتحضير لموسم الامطار، مع انه انا بلغتهم انه السنه مستمره بتنظيف المشبكات، تنظيف المنهولات، تنظيف كل خطوط الانابيب التوصيل للمستمرين الدوائر البلديه، لكن هناك اجتماعات مكثفه اسبوعيه حتى نشوف وين مشاكلنا وين وصلنا. مشكله امانه بغداد انه خطوطها شبكتها للبنى التحتية خصوصا في قطاع الصرف الصحي متهرئة كثيرا، يعني عندنا خط بغداد منتهي، خط زبل منتهي، يعني أعمارها الافتراضية انتهت. زين، مشاريعنا الاستراتيجية الكبيرة ماكو الأموال اللي نقدر نبتدئ بها هذه، يعني مثلا عندنا خط الشرطة، عندنا خطوط أخرى، أيضا خط البديل لخط بغداد ما قدرنا نبتدئ بهم لأن ما عندنا هذه الأموال الكبيرة لإنجاز هذه المشاريع. ممكن أن تكون بعض المناطق معرضة للغرق من جهة. هي مو معرضة للغرق، لكن هناك الطاقة الاستيعابية لمدينة بغداد أنا تكلمت فيها أكثر من مرة بالأمطار 24.5 ملم من سقوط الأمطار. إذا كانت الشدة المطرية أعلى من هذا الموضوع راح يصير ارتفاع بمناسيب المياه، لكن عملية تصريفها هي التحدي أنه متى يتم تصريف هذه الأمطار. شيء مهم جدا أنه عالجنا التخسفات اللي تصير في خطوط التوصيل، عالجنا أغلب التخسفات اللي موجودة من ضمن إيرادات أمانة بغداد أيضا، هاي كلها من الإيرادات الذاتية لأمانة بغداد. نجحنا هذه السنة بمعالجة هذه التخسفات، وده يطوني تقرير أسبوعي، هو طبعا يومي لكن أسبوعي، ده يطينا خلال أسبوع شقد أنجز. فالحمد لله أنجزنا أغلب التخسفات، مع أنه هي التخسفات لما تنجزيها هناك تخسفات تحدث، لأن قلت لك العمر الافتراضي لهذه الأنابيب لهذه الخطوط هي منتهية، لكن إنشاء لكن احنا المهم احنا متواصلين مع الحدث، يعني متنبهين له، متهيئين له، وايضا مسيطر على الوضع وعلى اي طارة مسيطر على الوضع. اذا كانت الشدات المطرية راح تكون ضمن الطاقة الاستيعابية لمدينة بغداد، هذا يعني هذا كميات التساقط والشدة المطرية ايضا. لكن طبعا لن أهل هذه الشوارع المواطنين عندهم تخوف، وهذا التخوف مشروع، يجون يقولوا لي ترى من كانت بالسنوات السابقة تمطرتها هذه تفيض بسرعة، فإحنا خلينا هسه كلها دا نفحص هذه الأنابيب أيضا بمنظومة ما يسمى CCTV اللي هي مثل الكاميرا تدخل وتشوف الانسدادات ونعالجها بأسرع وقت ممكن. هذا كله في هذا المضمار. أريد هناك ناس تطلب من عندنا دائما من نزورهم، قطاع 31 في مدينة الصدر عندهم مشكلة في الطفح، طفح ارتفاع المياه الصرف الصحي. شخصنا أنبوب اللي هو فيه انسداد، ووجهت أمس وجهت بأنه تغيير هذا الأنبوب من خلال إيراداتنا أيضا الذاتية، وإن شاء الله أبشرهم وراح نزورهم قريبا أنه نشرف عليه بشكل مباشر. هذا جيد، ونتمنى أن تكون هذه الخطوات على كل المناطق التي قد تتعرض إلى غرق أو فيضانات في فصل الشتاء وتسبب أزمة ربما لبقية الناس. أستثمر ما تبقى لنا من وقت سيد علاء، اليوم شلون العلاقة ما بين الأمانة وما بين مجلس المحافظة ما بين محافظ بغداد؟ دائما ما كانت هناك ربما يعني خلافات، بعض التفاصيل المعرقلة، حتى من تكون أكو مشكلة المحافظ يقول مسؤولية الأمانة، الأمانة تقول مسؤولية التخطيط، التخطيط تقول مسؤولية وزارة الإعمار. هذا التداخل بالصلاحيات هذا ما يعطل عمل الأمانة؟ لا لا بالنهاية العلاقة شلون؟ احنا فرحنا من شفنا الأمين مع لا مع المحافظ. الأخ المحافظ صديق عزيز حقيقة ومتعاون كثيرا ورائع، يعني هذه شهادة يجب أن نقولها أمام للسيد المحافظ. نعم، ومتعاون كثيرا، كل الطلبات اللي نطلبها هو الطلبات اللي يطلبها من عندنا وتفاعلين معه، احنا الطلبات اللي نطلبها من اكو تنسيق عالي، هناك تنسيق كبير. مجلس المحافظه انا ما شفت فتره وجودي ما كان وجود لمجلس المحافظه، لكن انا اتوقع انه من تخلقين حاله ايجابيه وعلاقه ايجابيه مع الجميع هذا يكون له مردود جيد في انجاز العمل. السيد المحافظ من الاشخاص الرائعين ومتعاونين كثيرا مع امانه بغداد، ما شفنا اي تقاطع بهذا، وشفتيه باللقاء الموجود معنا مع السفير الايطالي. نعم، ماكو تداخل اليوم بالصلاة
الصلاحيات. الصلاحيات هي متداخلة طبعا فعلا، وهذا يحتاج لقانون العاصمة، يعني بعد إقرار قانون العاصمة راح تحدد الصلاحيات ما بين أمانة بغداد وما بين محافظة طبعا. وين وصلت قراءة هذا المشروع القانوني؟ موجود في مجلس الدولة في يعني لدراسته، وأيضا أنا عندي بعض الملاحظات. هناك لجان شكلتها داخل أمانة بغداد لإعادة يعني إعادة قراءته من جديد بشكل ينهض ببغداد بالطريقة الصحيحة. تعرفين أمانة بغداد تابعة إلى مجلس الوزراء بشكل مباشر، وهي مسؤولية حدود التصميم الأساس من الناحية الخدمية والبلدية، ومحافظة بغداد مسؤولة عن الأقضية والنواحي خارج حدود التصميم الأساس، لكن مسؤولة على بعض الفعاليات داخل المدينة بمثلا المدارس يعني التربية والصحة والشرطة، هذه مسؤولية المحافظة. أيضا هناك تنسيق كبير، ما شفنا أي تقاطع بالعكس، لكن هناك أنا بس أنطيني وقت حتى أنطيش الأفكار اللي نريد نسويها في بغداد. واحدة من الأشياء المهمة اللي نسويها، قلنا هذه المشاريع اللي موجودة عندنا التجاوزات مستمرين بها، هناك بعض المشاريع اللي نريد نسعى إلها بالتعاون مع المحافظ. هناك مثلا بناية المتصرفية كان أنا عندي عمل فيها، اتفقت مع السيد المحافظ لخلق هذه موجودة ضمن منطقة جديد حسن باشا، فهي راح نعملها مركز للتسامح والسلام ومركز دراسات وبحوث، ويصمم بشكل جديد. أيضا شارع المتنبي العمل به مستمر. هناك مهم عمل مهم جدا هو القصر الأبيض. عندنا مشروع القصر الأبيض راح نحوله إلى متحف من أهم المتاحف اللي موجودة ببغداد، اللي هو متحف الشمع. هذا ده نعمل عليه، وراح نجيب أحدث الخبرات اللي موجودة، وهذا كله راح يشوفيه هو تفاعل مجتمعي. ما راح يكلف الدولة فلوس، لكن هو تفاعل مجتمعي من خلال المهتمين بهذا الموضوع لنخلق متحف كبير في بغداد. هذا على مستوى مشهد المدينة. شوارع كثيرة من المدن من المناطق من المحلات متعددة راح يتم إكساها خلال الشهرين القادمة. مدينة الصدر عندها حصة كبيرة في هذا الموضوع، وباقي المناطق الأخرى يعني ماكو أولوية لمنطقة على منطقة، لكن احنا عندنا فلسفة بنهضة بغداد انه التحدي يكون من خلال المناطق المكتظة سكانيا. من ننهض بهذه المناطق الشعبية المكتظة سكانيا ونعمل على تطويرها، راح تشوفين هذا كله راح ينعكس إيجابيا بعملية انتماء هذا المواطن إلى المدينة، وراح يكون عملية التطوير شاملة لكل المدينة في كرخ. طيب السؤال الأخير والإجابة باختصار، عبرنا الوقت، يمكن نحتاج إلى سلسلة من الحلقات حتى نغطي هذا الموضوع، ولو صعب نحصلك سيد علاء، أكيد مشغول جدا وحجم المسؤولية كبيرة. موضوعة الأراضي السكنية وتوزيعها على السكان، هذا الموضوع شنو؟ احنا أمانة بغداد هي جهة منفذة للقرارات والقوانين اللي موجودة. موضوع أراضي كافية، أكو تخطيط، أكو إجراءات معينة، أكو إجراءات. هناك بعض القرارات اللي تجينا من مجلس الوزراء أو ضمن قوانين أو أوامر تشريعية ننفذها، لأن احنا جهة منفذة لها. أكو لكن توزيع الأراضي اللي أعلن عنها السيد رئيس الوزراء هي ضمن منصة داري، هذه ضمن مسؤولية وزارة الإعمار والإسكان، وأنا حسب خبرتي أو معلوماتي مع السيد مستشار رئيس الوزراء شؤون الإعمار اللي هو أيضا عضو في اللجنة، العمل المتواصل بهذا الموضوع، وهناك تسجيل كبير من المواطنين، وراح كل شرائح الشعب خصوصا موجودين في بغداد وفي باقي المحافظات راح ينتشرون يعني يستلمون العفو. طيب ما أعرف، يمكن الوقت إحنا كلش عبرنا، لكن ناخذ نص دقيقة. المخرج يعني يمكن وصلتني مناشدة تقول يا ريت تسألون السيد الأمين، أنه بعض الناس اللي مسؤولة عن جمع النفايات وكبسها تأخذ 10 دينار شهريا من كل بيت، واللي ما يدفع نفاياته تبقى بالشارع كابسات حكومية. المفترض أدعو كل المواطنين حقيقة عدم دفع أي مبلغ لأي موظف مكلف بخدمة عامة. هاي دعوة مهمة جدا، وهذه هم جزء يأخذون النفايات ممنوع من أنباتن. هذه الخدمة مجانية، هذه الخدمة مجانية، ما يصير يدفعون أي مبلغ لأي عامل أو أي موظف مكلف بخدمة عامة إلا من خلال وصولات رسمية لها علاقة بالجباية. لكن خارج هاي الوصولات الرسمية، خارج
مقررات شنو الفقرات اللي متعلقه بالجبايه لا يدفع اي موظف هذا أي الاجراء أي منه ماخذ انه اخذ 10 البلديات نفسها لو هذا تصرف شخصي هذا من قبل تصرف شخصي هذا جزء من حالات الفساد اللي موجوده ادعو كل المواطنين الى الابلاغ عنا فورا وحتى نتخذ به الاجراءات لان احنا حسابنا شديد وعسير في هذا الموضوع. المهندس المعماري السيد علاء معن امين العاصمه بغداد شكرا جزيلا لحضورك اليوم ويانا ولكل هذه التفاصيل اللي بعضها كان مطمئن ومبشر ونامل أن يطبق ويدخل حيز التنفيذ. شكرا جزيلا لك سيد علاء حياك الله. لكم الشكر أيضا مشاهدينا في أمان الله.